السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ما شرط الدعوة تكون مباشرة؟ كل امرأة تخرج متزينة متعطرة فهي تدعوك لأن تنظر إليها. أنت فايت لتشوف برنامج فجأة كبست طلعت لك دعاية لامرأة متبرجة أو مشاهدة فيلم خليع أو أكثر من ذلك، هذا يدعوك إلى النظر إليه. فقل إني أخاف الله. كمان المرأة ينبغي أن تغض بصرها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أيضا هو الذي قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.